بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثتها إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون حاء، تسأل أولا عن كونها كثيرة الأيمان والنذور، وكيف تكفر عن ذلك مع أن ذلك على رأس لسانها كما تقول، وكيف يكون الصيام عن الأيمان التي لم تفي بها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. إذا كانت هذه الأيمان والنذور لم تقصد عقدها وإنما تجري على لسانها بدون قصد لعقدها فإنها من اللغو الذي لا شيء فيه، بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه نذور وأيمان غير منعقدة لأنها لم تقصد عقدها. أما إذا كانت قصدت عقد النذر وعقد اليمين فإن النذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، قوله تعالى: ويوفوا نذورهم، قوله تعالى: يوفون بالنذر، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فيجب الوفاء بنذر الطاعة. وأما إذا اليمين بالله عز وجل أو بصفة من صفاته إذا قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن ثم خالفه مختارا ذاكرا ليمينه فإنه تجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فعليها كفارة عن كل يمين حلفته، إلا إذا كانت هذه الأيمان المكررة على شيء واحد، على محلوف عليه واحد وكررتها قبل التكفير فإنها تلزمها كفارة واحدة عن الجميع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن المرأة إذا كان عليها أيام من رمضان وتريد صيام 6 من شوال، هل تبدأ بصيام 6 من شوال ثم تقضي ما عليها من رمضان، أو تبدأ بالقضاء ثم بصيام 6؟ جزاكم الله خيرا. تبدأ بالقضاء ثم بصيام 6 إذا بقي من شوال شيء، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. فما دام عليها أيام من رمضان فإنها لا يصدق عليها أنها صامت رمضان حتى تقضيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: يوجد في مدينتهم التي يعيشون فيها بعض المعتقدات الغريبة، ومن بين تلك المعتقدات أن المرأة الحائض لا تدخل على النفاس إلا بعد 40 يوما خشية على المولود. تقول: إلا أنها خالفت تلك القاعدة وتوكلت على الله ودخلت على إحدى النفساء وكان لها طفل وصحته جيدة، فأراد الله سبحانه وتعالى لذلك الطفل المرض وأصيب بحمى وتوفي، واعتقدت أنها هي السبب. ما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذا اعتقاد باطل ولا أصل له، وللحائض أن تدخل على النفساء وعلى غيرها والحمد لله، وإنما يحرم على زوج الحائض من جماعها في الفرج، بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما بقية أعمال الحائض من قيامها بخدمة البيت و
طبخ الطعام وتغسيل الثياب، وأيضا استمتاع زوجها بها ومضاجعته لها ونومه معها ومباشرته لها من غير جماع في الفرج، وكل هذا جائز. وإنما التشدد في أمر الحائض واعتزالها هذا من سنة اليهود لعنهم الله، فهم الذين يتشددون اعتزال الحائض ويحرمون ما طبخت وما عملت بيدها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين وهذا برسالة. نعم نعم، وموت هذا الطفل مرضه وموته هذا بقضاء الله وقدر، لا علاقة له بدخول هذه الحائض على أمه النفسة، وإنما هذا من اعتقاد الجاهلية الذي يجب رفضه وتركه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها عددا من القضايا، في إحداها يقول: لدينا في بلدتنا كثير من الأخطاء التي تقع فيه النساء خلال المآتم، وسأوردها في عدة أسئلة. أولا، ما حكم الذبائح التي يذبحها أهل الميت للضيوف من أهل البلد، وما حكم الأكل منها؟ هذا أول سؤال عن هذا الموضوع. شيخ صالح، المشروع في حق أهل الميت أن يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويقدم لهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: يصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. فهذا هو السنة، أنه يعمل طعام لأهل الميت من جيرانهم أو من أقاربهم بقدر حاجتهم، مواساة لهم وإعانة لهم. أما العكس وهو أن أهل الميت يعملون الطعام أو الذبائح للناس فهذا خلاف السنة. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فهذا أمر لا يجوز. وفيه أيضا محاذير كثيرة، منها أن هذه النفقة تكلف أهل الميت، ربما يكونون فقراء، وأيضا ربما تكون هذه النفقات من تركة الميت فيؤخذ من مال الورثة، وربما يكون فيهم القصار الذين تؤخذ أموالهم بغير حق، فلا يجوز مثل هذا العمل. وربما يكون على الميت ديون بحاجة إلى التسديد وهو مرتهن بديونه، فتصرف هذه التركة في هذه البدع ويترك دين الميت عليه. الحاصل أن هذه أمور لا تجوز، وحتى لو انتفت هذه المحاليل فإن هذا خلاف السنة، وهو أن يصنع الناس طعاما ويأتون به، وهو أن أهل الميت يصنعون طعاما ويقدمونه للناس، إلا إذا كان أتاهم ضيوف لا بد من إتيانهم من أقاربهم وذويهم، فلا بأس أن يصنعوا لهم طعاما بقدر حاجتهم. أما الإفاضة في هذا والمبالغة وعمل الولائم والحفلات فهذا أمر مخالف للشرع. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن حكم جلوس النساء والرجال لاستقبال المعزين والمعزيات. كل هذا من البدع التي لا أصل لها. هو الميت يعني قريب الميت والمصاب بموت قريب له يعزى في أي مكان، لا يختص بمكان معين، أينما لقيته تعزيه، في المسجد، في الدكان، في السوق، في أي مكان، ولا يعد لهذا مواعيد وأمكنة وارتباطات. كل هذا من البدع ومن الآثار التي تكلف الناس عانة ومشقة. نعم، جزاكم الله خيرا. ما حكم تردد المرأة على أهل الميت أكثر من مرة وتأتي معها بالقهوة الجاهزة؟ إذا أتت أول مرة وعزت أهل الميت يكفي هذا، إلا إذا كانوا يأنسون بمجيئها وترددها عليهم فلا بأس بذلك، لكن بدون تكلف أموال أو قهوة أو طعام، إلا إذا كان أهل الميت محتاجين لهذا الشيء. إذا كانوا فقراء ليس عندهم قهوة أو ليس عندهم طعام فلا بأس أنها تأتي لهم بما يخفف عنهم المؤونة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم ما يفعل عندنا في اليوم الثالث لموت الميت، وهو ما يسمى بالفاتحة، وفيه تذبح ذبيحة أو أكثر وتطبخ وتقدم للنساء، ثم يوزع ريحان لكل قادمة، وكذلك تقرأ الفاتحة سرا، وما حكم الأكل من تلكم الذبائح؟ جزاكم الله خيرا. كل هذا من البدع ولا يجوز فعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحديد اليوم الثالث وذبح الذبيحة فيه تخصيصا بالنساء، وعمل توزيع الريحان وقراءة الفاتحة، كل هذه بدع
فاسدة لا أصل لها في دين الإسلام. نعم. ما حكم الحداد على الميت فوق 3 ليالي؟ بالنسبة لزوجته تحد مدة العدة 4 أشهر و10 أيام، بمعنى أنها تتجنب الطيب في جسمها وفي ثيابها، تتجنب الزينة في جسمها كالخضاب والمساحيق وأدوات التجميل والكحل، وتتجنب لبس الحلي في يديها أو في نحرها، وتتجنب ثياب الزينة، فلا تلبس إلا ثيابا ليس فيها زينة. كذلك تتجنب الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، بل تبقى فيه مهما أمكنها ذلك. هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة لغير الزوجة فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم الإحداد على ميت إلا 3 أيام، وما فوقها فإنه حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا الزوجة 4 أشهر و10 أيام. نعم. إذا قيل بأن في تلك الأمور كثيرا من البدع، هل يعني بأنه محرم ويأثم فاعله؟ لا شك أن البدع محرمة شديدة التحريم، ويأثم من فعلها إثما عظيما، ويجب تركها. وتجنب الأكل من هذه الأطعمة أحوط لذمة الإنسان، لأنه إذا أكل منها شجعهم وأقرهم على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول ميم سين حا، تقول عن نفسها: أنا امرأة أمتلك قدرا من المال الحرام، والآن التزمت بدين الله، لكن أسأل هل يجوز لي الاتجار بذلك المال واستخدامه في مصالح الزراعة؟ جزاكم الله خيرا. المال الحرام لا يجوز الاتجار به، ولا يجوز تملكه، ولا يجوز الانتفاع به، لأنه حرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. فلا يجوز تملك الحرام ولا الانتفاع به. ومن تاب إلى الله وعنده مال حرام فإنه يتخلص منه، بمعنى أن يضعه في مشروع من المشاريع العامة، أو يعطيه لفقراء محتاجين من باب التخلص لا من باب التصدق، وإنما هو من باب التخلص من هذا المال الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من بني مالك بعث يسأل ويقول: أسألكم تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تفسيرها واضح ولله الحمد، وهو أن الإنسان لا ينظر إلى ما يفعله الناس من المنكرات فيقلدهم، بل عليه أن يلزم الطاعة والعمل الصالح والمعروف، مع أنه يقوم بالنهي عن المنكر بحسب استطاعته. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وليس معنى الآية ما يفهمه بعض الجهال، أنه الإنسان يلزم العمل الصالح بنفسه ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول: ما علي إلا من نفسي. هذا غلط، وهذا تأويل للآية بغير معناه الصحيح. وقد استنكره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال: إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل أنقذ امرأة أخذها السيل، وبعد فترة أراد الخروج بها، أراد التزوج بها، لكنه عندما تقدم إلى خطبتها وعرف الناس قالوا: إنها محرمة عليك لأنك قد رأيتها أثناء إغاثتها وإخراجها من الغرب. أسأل الآن: هل ما يقوله الناس صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا قول باطل. ومن أنقذ امرأة من مهلكة فإنها لا تصير حراما عليه، ولا يصير محرما لها، وله أن يتزوجها، ما لم يمنع من ذلك مانع آخر من الموانع التي نص الله تعالى عليها. أما هذا الكلام فهو من قول العوام الذي لا أصل له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد توضيح كيفية قيام صلاة الليل، مع العلم أنني أوتر بعد صلاة العشاء وأنام، هل عندما أقوم لصلاة قيام الليل أصلي ركعة واحدة لكي تكون ثانية وأشفع بها ما أوتر، أم أنني أصلي بدون وتر في آخر الليل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من يثق بقيام
قيامه في آخر الليل ويغلب على ظنه القيام وكان معتادا لهذا، فالأفضل أن يؤخر الوتر ويكون في آخر الليل يختم به ما يصلي من قيام الليل، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما من لا يثق من قيامه ويخشى أن لا يقوم في آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر على رواية الحديث وحفظه ولا يتمكن من القيام في آخر الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام. مثله كل من لا يثق بقيامه في آخر الليل، لكن لو قدر أنه أوتر في أول الليل ثم يسر الله وقام آخر الليل فإنه يكتفي بوتره الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر له ويكتفي بوتره الأول، ولا ينقض الوتر بركعة كما ورد في السؤال، وإنما يتركه وهو وتر صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الأكل والشرب أو فعل الأشياء بعد وبين كل ركعتين من صلاة قيام الليل هل يبطل الصلاة؟ بعد السلام من الصلاة لا بأس بالأكل والشرب والكلام، وإنما الأكل والشرب لا يجوز في أثناء الصلاة، إلا ما ذكر بعض أهل العلم من أنه يجوز له أن يشرب في النافلة، خصوصا إذا كان يطيل القيام يجوز له أن يشرب شربا خفيفا، وفعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. أما في الفريضة فلا يجوز مطلق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تزوجت من ابنة عمي ولي منها ولدا، لكني لا أحبها، وأنا كثير الأسفار إلى بلد الخارج لطلب الرزق، وإذا رجعت إلى بلدي يحدث بيني وبينها مشاكل كثيرة، وحيث أنني أنصحها كثيرا بالصلاة لكنها تصلي أحيانا ثم بعد ذلك تترك الصلاة، هل لو طلقتها يكون علي إثم في ذلك أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا، مع العلم بأنني لا أريد منها الإنجاب ولا أريد منها أطفال لشدة كراهيتي لها. هذه المرأة التي لا تحافظ على الصلاة لا يجوز بقاؤها في عصمتها، لأن من ترك الصلاة متعمدا ولو بعض الصلوات يكون كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وكفر تارك الصلاة واضح من الأدلة، قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فهذه المرأة لا يجوز بقاؤها في عصمتك إلا إذا تابت إلى الله وحافظت على الصلوات، فإنك تجدد عليها العقد، لأنها إنما صارت مسلمة بعدما حافظت على الصلوات. فإذا كنت تزوجتها وهي لا تصلي أو لا تصلي كل الصلوات فزواجك منها غير صحيح، أما إن تزوجتها وهي تصلي ولكن بعد ذلك حدث منها تضييع الصلوات أو بعض الصلوات فإنها تكون قد خرجت من عصمتك، لأنها ارتدت عن دين الإسلام، فإذا تابت فإنك تعقد عليها عقدا جديدا. جزاكم الله خيرا وأحسن جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يعقوب أبو يوسف بن إبراهيم أم أنه ابن إسحاق؟ يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام جده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أم درمان، وباعثها المستمع سابر أحمد عثمان الهواري، يسأل ويقول: رأيت أناسا تضاربوا في عرفة، ما حكم ما فعلوا وهل يتأثر حدهم؟ لا شك أن هذا من المنكر، والله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مجرد الجدال الذي لا فائدة من ورائه أو الذي يثير الغضب ويثير البغض في نفوس المتجادلين بعضهم لبعض محرم في الحج وغيره، لكن في الحج أشد، لأن الحاج المحرم متلبس بعبادة ولا سيما في أشرف المواقف وهو موقف عرفة، فهو منكر ظاهر ويؤثر على حجهم، لكنه لا يبطل الحج، لكن يكون فيه الإثم، وعليهم التوبة إلى الله عز وجل وأن يسامح بعضهم بعضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل نذر أن يصوم 3 أو 5 أيام
فهل يصومها متفرقة أو مجتمعة؟ وإذا كان نذر أن يصوم 6 من شوال ولم يصم، ما الذي يجب عليه؟ أما التتابع فهو حسب نيته، إن كان نواها متتابعة أو تلفظ بذلك على لله علي أن أصوم أياما متتابعة فيلزمه التتابع. أما إذا لم ينوي التتابع فإنه يصوم الأيام التي نذرها متفرقة أو متتابعة، ولكن المتابعة أحسن. وأما إذا نذر صوم 6 شوال فإنه يلزمه ذلك، لأنه بنذره صارت واجبة عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، وباعثتها إحدى المستمعات تقول: ما حكم الاعتماد على تفاسير الأحلام؟ تفاسير الأحلام ليس لها تفسير معين أو كتاب معين، وإنما هذه فراسة يعطيها الله بعض الناس يتفرسون من حال الرأي ومن القرائن المحتفة بالرؤيا يلتمسون من ذلك تفسيرها، وغالبا ما يقع. أليس لتفسير الرؤى كتاب معين أو تفسير معين؟ وإنما هذا يختلف اختلاف الأشخاص اختلاف الأحوال. وكما ذكرنا تفسير الرؤيا هبة أو موهبة وفراسة يعطيها الله لمن شاء من عباده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذا المستمع وتقول: هل الإنسان الذي يجاهد نفسه لقيام الليل لكنه أحيانا تفوته وأحيانا لا يفوته شيء، إذا لم يحافظ على ركعات معينة كأربع أو 6 أو 2، ما الحكم؟ كون الإنسان يعزم على قيام الليل هذا فيه خير كثير، وهذه نية طيبة، فإذا نفذها وقام حصل له أجر عظيم. وإذا لم يقم من نومه وغلب عليه النوم وكان ناويا القيام لكن غلب عليه النوم، فإنه يكتب له أجر ما نوى. نية المرء خير من عمله. فإذا لم يقم للتهجد وكان ناويا لذلك لكن غلبه النوم، فإنه يكتب له أجر قائم ولله الحمد. فعلى الإنسان أنه ينوي قيام الليل ويعزم على ذلك ويحرص على تحقيق هذا، لكن إذا غلب عليه النوم فإن له الأجر ولله الحمد على نيته. أما إذا تركه رغبة عنه وتكاسلا فإنه لا يكتب له شيء. وقيام الليل ليس بواجب وليس له حد معين من الركعات، وإنما يقوم حسب ما تيسر له، يصلي مثنى مثنى ويختم بالوتر ركعة واحدة تختم له ما صلى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى.